اهلا بيكم. جالي سؤال بيقول لي ايه اهميه التغذيه البصريه، او هل انا اقدر اكتفي بالتغذيه البصريه لحد ما اعرف اصمم؟ التغذية البصرية هي فكرتها ببساطة جدا ان انت بتبدأ تشوف افكار مختلفة، بتشوف تجميعات الوان مختلفة، بتشوف دمج التكتشر مع بعض بيكون عامل ازاي، بتبدأ ان انت تتفرج على الديزاينرز التانيين عملوا ايه، ايه اللي قبلك اللي سبقوك عملوا ايه علشان ما تعيدش اختراع العجلة. تبدأ انك تاخد من افكارهم ديت، وافكارهم ديت تبدأ انها تتحط عندك في السبكونشس. فمعنى ان انت بتغذي عينك ان انت بتبدأ تشوف ريفرنسز مختلفة، تبدأ تشوف بروجكتس مختلفة، تبدأ تشوف حاجات متنفذة، حاجات معمولها ريندرينج، حاجات مختلفة بستايلز مختلفة. تبدأ انك تعرف عينك وتعرف مخك ان الحاجات دي ممكن تلينك مع بعض كده، والحاجات دي ممكن تلينك مع بعض كده، وان في لاين ممكن يلينك كده، وفي لاينز تانية ممكن تبقى بتلينك كده، وانك دمج الحاجات مع بعض بتبقى شكلها عامل ازاي، نسب الحاجات لبعضها شكلها عامل ازاي. كل دي حاجات من فوائد التغذية البصرية. بس لو قعدت تتفرج كتير بس من غير ما تبدأ ان انت تطبق وتجرب بايدك ازاي تحول الحاجات اللي انت حطيتها في مخك ديت لحاجة اساسية، فكل اللي انت هتتفرج عليه دوت هيبقى مجرد في مخك بس. انت محتاج انك تبدأ تحول اللي انت بتتفرج عليه ده كله لحاجة انت اللي عملت لها كرييشن. من كتر ما انت اتفرجت ابتدى يتكون في دماغك افكار وحاجات مختلفة. لما تخش سبيس تقدر تقول انا ممكن اعمل ده كذا، ممكن اعمل ده كذا، ممكن اعمل ده كذا، ممكن زي ما شفت في الصورة الفلانية احط ده هنا. عشان كده احنا بنبدأ ان احنا نعمل تغذية بصرية لعنينا كتير قوي، وبعدين لما بنبدأ ان احنا نديزاين خلاص بنبدأ ان احنا نترجم بقى الحاجات ديت لأفكار، فكرة معينة ازاي ان احنا نحطها في مكان، في كورنر معين، في تفصيلة معينة. كل الحاجات ديت بتبدأ انها لما تترجم وتبدأ انك تحطها through design، تبدأ انك تطبقها through fundamentals of interior design بقى والعلاقات المختلفة اللي موجودة فيها، هتبدأ ان انت كل التغذية ديت تبدأ ان يظهر نتيجتها في الديزاينز اللي انت بتعملها. طبعا التغذية البصرية لوحدها مش كفاية، يعني مهم قوي انك انت مع التغذية البصرية انك تحلل، مش قاعد تتفرج وبس، انك بتتفرج وتبدأ تقول الصورة دي ايه اللي موجود فيها من الفندمنتلز اوف انتيريور ديزاين. مثلا في عندي لاينز هي مدياني الاحساس بالهايت، او ان انا عندي شيبس معينة مدية 3 دايمنشنلز، او عندي باترن معينة هي اللي مدية الافكت والفيلنج جوه السبيس. طب ايه هو الفوكال بوينت بتاع الصورة ديت؟ ازاي الصورة ديت انا حاسس انها بالانسد؟ طب هم عملوا البالانس ده ازاي؟ العلاقات بتاعت كل حاجة لما تبدأ ان انت تحللها هيبدأ يظهر، هيبدأ الحاجات دي تتربط مع بعض ان انت ازاي تعمل ده في الديزاينز بتاعتك ليتر. كمان تحليلك للستايلز، تحليلك للكالر باليت، تحليلك لوضعهم للاضاءات جوه الفراغات المختلفة هيبقى شكله عامل ازاي. كل الحاجات ديت لما تبقى اسئلة جوه دماغك وانت بتحلل الصور هتبقى التغذية البصرية مفيدة جدا جدا. لكن لو قعدت تتفرج على صور الله دي حلوة بس انا مش عارف حلوة ليه، ايه ده دي وحشة انا مش عارف دي وحشة ليه، فكده مش هتستفيد حاجة. مهم جدا انك عشان تعمل تغذية بصرية بشكل مظبوط انك تبقى مستمر مع التغذية البصرية في ان انت كل صورة بتبدأ انك تحللها علشان تاخد اكبر استفادة من التحليلات بتاعتها. يمكن احنا عندنا يونت كاملة عن فاندمنتالز اوف انتيريور ديزاين في ديزاين لايك كريزي سيستم، ويونت تانية عن الستايلز والكالر واللايتس وكل حاجة، علشان بنعلم الناس ازاي ان هم لما يتفرجوا على صورة يحللوا الصورة ديت فيستفيدوا من دوت جوه الديزاينز بتاعتهم، وازاي ان هم بيطبقوا الكلام ده كله بعد كده through project كامل من A to Z في كل المراحل بتاعته. أيوه بيكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب، ولو انت بتشوفني على فيسبوك اعمل فولو للبيج على فيسبوك، ولو عندك اي اسئلة ليها علاقة بالانتيريور ديزاين اكتبها في الكومنتس عشان اجاوبك عليها. لو عايز تعرف اي حاجة عن الكورسز بتاعتنا هتلاقيها موجودة في اول كومنت في فيسبوك او موجودة في الديسكريبشن على يوتيوب. بالتوفيق ليكم.